أحاول الآن العثور على سلة مهملات في شوارع العاصمة طوكيو لرمي هذه الورقة فقط، لكنني لم أجد. لماذا لا توجد سلة مهملات في شوارع العاصمة طوكيو؟ حسناً، نحاول العثور على سلة مهملات لرمي هذه الورقة. يلا. Where we can find the trash can now? I don't think we can. ها؟ ربما سنجد واحدة في متجر هنا أم هنا؟ ربما، لا أعرف. يلا يلا. لازلنا نواصل البحث عن سلة مهملات ولم نجد بعد. البلد نظيف، شوارع طوكيو نظيفة للغاية. سنحاول الدخول الآن إلى أحد محلات بيع المواد الغذائية لعلنا نجد سلة مهملات لرمي هذه الورقة. سأذهب إلى ماكينة إعداد القهوة، ربما يوجد هذه. لا، لا يوجد. There's no trash can here. وجدنا سلة مهملات لكنها صغيرة للغاية، لكننا سنرمي الورقة فيها. هذه كانت المعاناة في إيجاد سلة مهملات أو حاوية قمامة في طوكيو، لكن هذا لا يعني أنه لا يوجد مكان لرمي النفايات على الإطلاق، فيمكنك أن تجد البعض منها أمام ماكينات البيع أو في محلات البقالة. والسبب وراء ذلك راجع إلى أن الحكومة اليابانية منعت وضع سلة مهملات أو حاوية قمامة في الشوارع منذ عام 1995 بعد هجوم إرهابي في مترو أنفاق طوكيو باستخدام غاز السارين، حيث أن جماعة إرهابية تعرف بأوم شرينكيو قامت بوضع الغاز داخل حاويات القمامة، ما أدى إلى مقتل 12 شخصا وتأثر آخرين بالغاز السام. ومن يومها اقتصر مكان تواجد حاويات القمامة في أماكن قليلة فقط بالعاصمة اليابانية.